نحو شراكة شبابية للسلم ورفض التمدد المسلح، نظمت حملة نعيش ونتعايش في محافظة عدن، ندوة حوارية تهدف إلى تنسيق الجهود الشبابية للحفاظ على عدن وأمنها. ليسوا من الذين تحاوروا فتفرقوا شيعا وجبهات، وبدا كما لو أن كل طرف وحزب بما لديه من الميليشيات فرحون. هم شباب عدن ذخيرة المدنية في مواجهة ما يصفونها بزواحف البندقية، جمعتهم جهود التنسيق للحفاظ على أمن عدن. اليوم نخبة من الشباب العدني اجتمع في هذه القاعة لمناقشة موضوع التمدد المسلح تجاه المحافظات الجنوبية، حملة السلم والتعايش التي جمعت أكثر من 20,000 توقيع داخل عدن. أقامت هذه الحملة لمناقشة هذه الأخطار القادمة، أن الكل لم يحتكم إلى طاولة الحوار، بدأ كل منهم يرفع السلاح تجاه الآخر، والضحية هم هؤلاء المواطنون ومستقبل الوطن. ندوة حوارية ضمت قادة حملة معا نعيش ونتعايش ونحو شراكة شبابية للسلم ورفض التمدد المسلح الذي بدأت عدن في مواجهته بحملة توقيعات رفض قبل أن تبدأ تعزيزاته تحركاتها. كنا طبعا اليوم في ندوة شبابية، هذه الندوة في هذا اليوم تتكلم عن محاور كثيرة، هذا المحور الأول منها محور التعايش والسلم ورسالة أبناء هذه المحافظة التي يجب أن تصل أصواتهم من خلال الإعلام، من خلال هذه القناة، قناة السعيدة لكل أبناء هذا الوطن، بأن اليوم تعيش عدن في أمن وفي استقرار رغم ما رأيناه من مشاهد قبل أيام تم حسمها من قبل الأجهزة الأمنية. الندوة ناقشت تشكيل لجنة تنسيق للجهود الشبابية للحفاظ على عدن وأمنها، وأخرى تهدف إلى المساهمة في تقريب مواقف أطراف التوتر السياسي والأمني في اليمن بشكل عام. جماعات الدمار والخراب إذا وصلت إلى قمة العنف فستجد الشباب، شباب هذا المجتمع بكل مكوناتهم بكل أطيافهم في قمة السلام بكل ما أوتوا من وسائل، من وسائل ثورية، من وسائل شبابية، من أنشطة وتفاعل وندوات وحوارات. الشباب هؤلاء نفذوا ندوتهم، جمعوا أكبر قدر من الوجوه المدنية التي توارت في أسبوع صعود توتر العسكري إلى المواجهات العسكرية، في حين أجلت السلطات بكافة مستوياتها في عدن فعالياتها، قيل إن ذلك لدواعي أمنية.